نروح لزميلنا محمد بشير ومعاه موجز الأخبار. أهلا بك يا محمد، صباح الخير. تحياتي ليك دكتور خالد، وتحياتي طبعا للدكتور محمد الجبري، نموذج مشرف زي ما ذكرت يا خالد. الحقيقة يعني نحتذي به جميعا، يعني بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق. سيدات والسادة، 9 صباحا من التلفزيون المصري لكم التحية. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء خلال استقباله للمدير العام للمؤسسة الروسية للطاقة النووية روس أتوم. وأكد الرئيس تطلع مصر إلى محطة الضبعة النووية كصرح جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي عبر التاريخ، معربا عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي سوف تنعكس في إنشاء المحطة وفقا لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية. وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف الإنشائي لعدد من المشروعات القومية، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل وفق مبادئ الكفاءة الفنية والتكلفة الاقتصادية وسرعة الإنجاز. واطلع الرئيس على موقف التنفيذي للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، وفي مقدمتها مقر القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية والمحطة المركزية للحافلات، فضلا عن متابعة سير العمل بمدينة الجلالة وتطوير ميناء العريش وشبكة الطرق والمحاور بمحيط محافظة القاهرة بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1359 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و61 حالة وفاة. وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة شفاء 421 حالة وخروجهم من العزل، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى نحو 110500 حالة. هذا وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. وفي إطار التخفيف على المواطنين بسبب تزايد حالات فيروس كورونا، قرر البنك المركزي مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات الجائحة لستة أشهر جديدة. تضمنت القرارات الاستمرار في الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري وإلغاء رسوم وعمولات عمليات السحب النقدي ومن بطاقات صرف المعاشات، وكذلك إلغاء عمولات ورسوم عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتفي وأي حساب مصرفي. وتضمنت القرارات إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية VCN وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون لا تلامسية، وإلزام البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على عمليات أدوات الدفع اللا تلامسية. وعالميا تجاوز عدد الإصابات بكورونا 80 مليون، بينما تخطى عدد الوفيات حاجز 1,769,000 حالة وفاة. هذا وقد طلبت منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لما وصفته بالأسوأ مستقبلا من فيروس كورونا. وأكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود جاهزية كاملة لجائحة كورونا في مواجهتها الثانية والثالثة، مشيرة إلى أن العالم لا يزال بعيدا عن الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية. وقالت المنظمة إن معدل وفيات مرضى فيروس كورونا منخفض نسبيا مقارنة بأمراض جديدة أخرى لم تذكرها المنظمة، وطالبت بالاستعداد والجاهزية بشكل أفضل. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الموظفين الذين عينهم الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك. وأكد بايدن أن إدارته الانتقالية لا تحصل على المعلومات اللازمة حول نقاط رئيسة متعلقة بالأمن القومي، كما أكد أن تعرض الولايات المتحدة مؤخرا لهجوم إلكتروني
يشكل خطرا كبيرا على أمنها، مشيرا إلى أن إعادة بناء السياسة الخارجية والأمن القومي سيمثل تحديا أساسيا بالنسبة لإدارته. ونبه بايدن إلى أن غياب واشنطن عن المؤسسات الدولية يضر بالبلاد والمواطنين. وفيما يخص جائحة كورونا، أكد بايدن على ضرورة توزيع اللقاح بشكل آمن في أسرع وقت. صوت مجلس النواب الأمريكي بتجاوز حق النقد الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، وصوت 109 من الجمهوريين بتجاوز فيتو ترامب، وانتهى التصويت بموافقة 322 صوتا ورفض 87 صوتا. هذا من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية على القانون خلال الأسبوع الجاري. في حال أيد مجلس الشيوخ قرار مجلس النواب، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز فيتو لترامب خلال رئاسته. ويتضمن القانون عددا من قضايا السياسة الدفاعية وزيادة رواتب القوات الأمريكية، ويقره الكونغرس سنويا منذ عام 1961. سيداتي والسادة، ختام موجز التاسعة، في أمان الله.